على هامش جلسات الأمم المتحدة، القاذمي يلتقي العاهل الأردني ورئيسي وأبو الغيط، وغوتيريش يحذر من انهيار الوضع السياسي في العراق. مؤكدا تمسكه بالحوار، السوداني يطرح برنامجه الحكومي في اجتماع نيابي، والإطار يكشف عن وجود بوادر إيجابية للقاء الصدر. في النشرة، بعد استيلاء شركة النفط عليها، القضاء يمنع التصرف بقطعة أرض في بغداد، ووزير المالية على لائحة الاتهام بسبب الأمن الغذائي. أهلا بكم، والبداية من نيويورك، إذ أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال مصطفى القاذمي والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أهمية تسريع العمل بالاتفاق المبرم بين البلدين بشأن معالجة تحديات المناخ. جاء ذلك خلال لقاء القاذمي مع رئيسي على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة في نيويورك. وفي الأثناء بحث القاذمي مع ملك الأردن عبد الله الثاني التحضير لعقد مؤتمر بغداد الثاني ومراحل التقدم في مشروع الربط الكهربائي. إلى ذلك استعرض القاذمي أمام الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط جهود حكومته في تبني الحوار الوطني بين القوى السياسية للخروج من الأزمة الحالية. هذا وحذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من تزعزع الاستقرار في العراق أثر التوترات السياسية التي تمر بها البلاد. غوتيريش خلال افتتاح أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة قال إن الوضع العالمي يشهد تعقيدات وأزمات عديدة أدت إلى ضياع مفاهيم حقوق الإنسان وتفاقم الأزمات الاقتصادية. ne font qu'ajouter à l'instabilité planétaire. Les parties à la conférence d'examen du traité sur la non-prolifération des armes nucléaires n'ont pas réussi à trouver de consensus et l'accord sur le nucléaire avec l'Iran semble encore lointain. Il y a toutefois quelques lueurs d'espoir. Au Yémen, la trêve nationale est fragile, mais elle... أكد مرشح الإطار التنسيقي لرئاسة الوزراء محمد الشياع السوداني أن اجتماعه مع النواب داخل البرلمان جاء أثر دعوة نيابية من مختلف الكتل لتبادل الرؤى والمقترحات حول المنهاج الوزاري والشكل الذي يجب أن تكون عليه العلاقة بين البرلمان والحكومة. السوداني وفي تغريدة على تويتر قال إن الاجتماع تناول قضايا مهمة تتعلق بالجوانب الخدمية والمعيشية التي تواجه المواطنين، فضلا عن مناقشة تفعيل الجانب الاقتصادي للبلاد. وفي السياق، كشف الإطار التنسيقي عن وجود بوادر إيجابية للقاء اللجنة الثلاثية بزعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر. وقال النائب عن الإطار سالم العنبكي إن طريق المفاوضات إذا ما استكمل فإنه سيكون قادرا على حل أي إشكالية أو إجراء أي تغييرات في المواقف، لافتا إلى أن اجتماع مرشح الإطار محمد شيع السوداني مع عدد من النواب كان طبيعيا ولم يتم تحديد موعد جلسة البرلمان بعد. إلى ذلك، دعا تحالف السيادة إلى استئناف جلسات مجلس النواب لتشكيل حكومة وطنية قادرة على تصحيح المسارات الخاطئة التي أفرزتها المرحلة الماضية. وقال النائب عن التحالف فهد الراشد إن اللجوء إلى حل البرلمان في الوقت الحاضر توجه غير مدروس، لأن أعضاءه لم ينفذوا ورقة الإصلاح بسبب تعطيل عمل المجلس. وأكد ضرورة العمل على تقريب وجهات النظر بين التيار الصدري والإطار التنسيقي لحلحلة الأزمة السياسية الراهنة.
هذا وأكد النائب عن دولة القانون عارف الحمامي أن وضع مجلس النواب الآن أصبح مهيئا سياسيا وجاهزا لعودة جلسات البرلمان من أجل العمل في الاستحقاقات الدستورية. وقال الحمامي إن مفاوضات القوى السياسية تجهت إلى عدة سيناريوهات، الأول هو الوصول إلى تفاهمات نهائية من أجل عقد جلسة يتم فيها تمرير مرشح رئيس الجمهورية والمضي في تشكيل الحكومة، أما الثانية فتتمثل بتحديد جلسة اعتيادية لممارسة عمل اللجان البرلمانية والذي توقفت منذ الاحتجاجات التي حدثت في البرلمان. على قدم وساق تكثف القوى السياسية حراكها الذي يبدو أنه عاجز عن تغيير ملامح المشهد السياسي أو إحداث فرق في مفاوضاتها البينية. الإطار الشيعي يوسع من خطواته صوب الكرد والسنة، والحزبان المخضرمان في أربيل تتسع الهوة بينهما، وهو ما ينذر بمزيد من الجدل. تقرير أحمد ليث. حراك سياسي وزيارة قريبة إلى الحنانة، أولى الخطوات التي عملت عليها الأحزاب الكردية والسنية والإطار التنسيقي لتحديد مصير المسارات السياسية متشعبة الاتجاهات. المحاولة الجديدة ستعطي ملامح نهائية عن شكل المشهد السياسي إن اشترك الجميع في صف التفاوضات. المبادرة البرزاني بإشراك السنة والعامري قد تكون هي الأخيرة وربما تكون هي الأقوى، باعتبار اليوم بعد الصدام أصبحت الخارطة السياسية تأخذ شكلا آخر، حتى سيد الصدر أصبح على دراية بأن الوضع متأزم جدا ولا مجال إلا لتقارب الحلول وتقارب وجهات النظر، لذلك اليوم وفد الحنانة قد يكون مفتاح الحل. الكتل السياسية أجمعت على أن الحوار هو الحل المتبقي للخروج من الأزمة مهما تعددت أساليب المقاطعة والعزلة بين الأطراف. التيار الصدري ربما سيغير من قاعدة ممانعته من مجالسة الأقطاب السياسية بعد أن توضحت المفاهيم التي ستسير بها عامة الجهات في المرحلة المقبلة. يجب أن تكون هنالك نقاط مشتركة ممكن الوصول إليها بين الأطراف المختلفة، و هذه المرة القوى الكردية وكل القوى الأخرى جادة في وضع حلول مناسبة للخلافات. أعتقد أن هنالك تقارب في بعض وجهات النظر، ويمكن أن نشهد خلال الفترة اللاحقة انفراج سياسي. الاتفاق على تشكيل حكومة جديدة وتحديد موعد لإجراء انتخابات مبكرة وحل البرلمان هي الآفاق التي ستتحرك على أساسها وساطات الحوار وحبال الإقناع السياسي المعدة للتفاهم مع التيار الصدري ومعرفة موقفه الختامي. زوايا المبادرات التي ستنطلق بها الكتل السياسية تختلف تماماً عن المعمول بها سابقاً مع التيار الصدري، فطرق تعزيز القناعات تجاه الحوار ستكون متفرعة هذه المرة. أحمد ليث، بغداد، الرابعة. أكد المسؤول العام لسرايا السلام أبو مصطفى الحميداوي أن السرايا تأتمر بأمر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، وذكر أعلام السرايا في بيان أن الحميداوي أعلن من النجف الأشرف بأن سرايا السلام مؤسسة عسكرية مجهزة بأعلى المستويات العسكرية والعقائدية، مضيفا أن هذه الوحدات القتالية مستعدة للدفاع عن الوطن كما هي مستعدة لحسم أي أمر طارئ وبسرعة فائقة. ويأتي بيان سرايا السلام بعد ليلة ساخنة ومثيرة للقلق شهدتها العاصمة بغداد على خلفية انتشار أمني كثيف غير مسبوق في وقت متأخر من الليل. مراسل الرابعة أفاد بأن قطعات أمنية انتشرت في مناطق واسعة من العاصمة وقامت بقطع العديد من الجسور والطرق الرئيسة في جانب الرصافة من بغداد، موضحا بأن تلك القوات فرضت ما يشبه حظر التجول خلال ساعات متأخرة من تلك الليلة.
نوهت قيادة عمليات بغداد إلى تنفيذ ممارسة أمنية جديدة بجانب الكرك. بيان لخلية الأعلام الأمني قال أن القوات الأمنية تواصل تطبيق مناهجها التدريبية بهدف تعزيز الأمن والاستقرار ورفع القدرات للقطاعات الأمنية. وأضاف البيان أن القوات الأمنية ستنفذ ممارسة أمنية هادفة في جانب الكرك. وجه مجلس وكلاء الأمن الوطني بتشكيل لجنة مشتركة من الأجهزة الأمنية والوزارات المختصة لوضع سياسة أمنية وفقا لمصالح العراق عند عقد الاتفاقيات الثنائية. بيان لمكتب مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي قال أن المجلس ناقش خلال اجتماعه بروتوكولات التعاون والتنسيق والتدريب البحري مع بعض دول الجوار، والتي من شأنها حفظ أمن وسلامة المياه الأقليمية، إضافة إلى مناقشة جميع القرارات والتوصيات اللازمة بشأنها بما يصب في مصلحة العراق وأمنه الوطني. في ذكار يكاد أن يكون ملف المخدرات وتجارتها هو المتسيد على المشهد، عمليات شبه يومية لملاحقة التجار، فيما تعكف الجهات المختصة على وضع برامج تأهلية لإعادة دمج المتعاطين في المجتمع. هان الحربي. في متابعة لملف عصابات الجريمة المنظمة وتجارة المخدرات، القوات الأمنية في ذقار ألقت القبض على مجموعة متاجرين بالمواد المخدرة، مؤكدين استمرار الحملة التي أطلقتها شعبة مكافحة المخدرات في المحافظة لملاحقة المطلوبين. لا ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة، مادة الكريستال المخدر وكذلك حبوب الكبتاغون، وكذلك تم القبض وتنفيذ أوامر قبض ما يقارب 700 أمر قبض لهذه السنة، وتم حالتهم إلى المحاكم المختصة، وتم الحكم على ما يقارب 400 محكوم لحد هذه اللحظة. مسؤولون في مركز معالجة الإدمان أكدوا التحاق بعض المتعاطين بمركزهم طلبا للشفاء، ما يمنح فرصة للمغرر بهم من المتعاطين في التخلص من خطر الإدمان وإعادة دمجهم داخل المجتمع في خطوة هي الأولى في المحافظة. رسالة اطمئنان للمتعاطين انخراط في ظل هذه المراكز، مركز معالجة المدمنين، وبالتالي هو خليق على علاج مهم جدا يتكون من فريق طبي ومساعديه، وبالتأكيد هذه الخدمات الصحية ممكن يتجنب ويتخرج من الحالة الانسحابية اللي هو قد يعاني منعتها. كذلك وجود تضمينات ضمن قانون 50 لسنة 2017 ورفع كل المسائل القانونية يتعرض لها حال ما يأتي بشكل طوعي ينخرط في هذه المراكز. آفة بدأت تبتلع شبابنا وشاباتنا، واحنا مجتمع عرفي عشائري نخاف ونستحي وعيب وما يصير، ما اقدر اقول ابني ياخذ، فلانة تقول ما اقدر، الاب يقول ما اقدر قدام جماعه تقول ابني ياخذ، راح تصير على طي الكتمان، طي الكتمان هذا قاعد يزيد الطين بله. فبهيك موضوع لازم الشجاعه يتميز بها كل عائله وكل فرد يمد ايد العون والمساعده للمتعاطي. هذا وشهدت المحافظة في أوقات سابقة اشتباكات مسلحة بين القوات الأمنية وبعض المطلوبين بقضايا المتاجرة بالمخدرات بعد حملة أمنية تم تنفيذها في ذي قار. اعتقال المطلوبين بالمتاجرة بالمواد المخدرة مع ارتفاع أعداد المتعاطين في ظل غياب برامج التوعية بمخاطر الظاهرة. من ذي قار، هان الحربي، الرابعة. بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان مع سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية في العراق ألينا رومانوفسكي متابعة دعاوى الشركات النفطية. وذكر بيان لمجلس القضاء أن رئيس مجلس القضاء الأعلى استقبل سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية في العراق، وأشار إلى أن اللقاء بحث متابعة دعاوى الشركات النفطية في المحكمة التجارية. ويأتي هذا بعد أن حثت واشنطن بغداد في وقت سابق على عدم تنفيذ حكم قضائي يجبر إقليم كردستان على تسليم النفط المستخرج من أراضيها إلى السلطات الاتحادية.
من جانبها أبلغت شركة تسويق النفط سومو جميع الشركات العالمية بعدم شراء النفط الخام من أقليم كردستان. وذكر مدير الشركة علاء اليسري أن المحكمة الاتحادية أصدرت قرارا ينص على بطلان جميع العقود التي أبرمتها حكومة أقليم كردستان بشأن استخراج وتصدير النفط الخام، مضيفا أن وزارة النفط باشرت بوضع آليات مرنة لغرض نقل الملف بالكامل إلى الحكومة الاتحادية، إلا أن المسألة لم تلقى ترحيبا من حكومة الأقليم، ما استدعى الوزارة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية، ومشيرا إلى أن الكميات المصدرة من الأقليم انخفضت إلى قرابة 355 ألف برميل يوميا. وضعت محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا النزاهة إشارة منع التصرف على قطعة أرض في العاصمة بغداد بعد استيلاء شركة النفط الوطنية عليها. بحسب وثيقة صادرة منها، فقد قررت محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا النزاهة وضع إشارة منع التصرف على قطعة الأرض المرقمة 68 على 7 مقاطعة 20 داودي، التي سبق وأن قدم بلاغ بالاستيلاء عليها من شركة النفط العراقية الوطنية بتوجيه وزير النفط إحسان عبد الجبار وبيعها خلافا لقانون بيع وإيجار أموال الدولة. وقررت المحكمة أيضا استدعاء مدير عام شركة نفط الجنوب الشهادة. هذا ووجه عضو لجنة النزاهة النيابية هادي السلامي دعوى قضائية ضد وزير المالية وكالة بتهمة الأضرار بمصالح الشعب. وبحسب وثيقة اتهم خلالها السلامي وزير المالية أحسان عبد الجبار بتعمد التأخير في إطلاق التمويلات المالية للوزارات والمحافظات، ولفت إلى أن هذا التأخير أدى إلى عدم تنفيذ المشاريع المهمة، وطالب السلامي بالشكوى ضد وزير المالية وكالة بسبب التقصير والإهمال في تنفيذ مهامه. رغم تصويت مجلس النواب العراقي على قانون الأمن الغذائي والتنمية، وتم نشره في جريدة الوقائع العراقية بالرقم 26/2022، إلى أن لحد الآن لم تقم وزارة المالية بإطلاق التمويلات الخاصة للوزارات وللمحافظات. هذا تقصير وأهمال واضح من قبل وزير المالية والكادر، لأنه تأخير إطلاق التمويل سيؤدي إلى تأخير عجلة البناء وعجلة التنمية في جميع المحافظات. اليوم تم تحرير شكوى لدى الجهاز الدعاء العام وهيئة النزاهة على السيد وزير المالية وكالة بسبب التقصير والإهمال وعدم إطلاق التمويلات للوزارات والمحافظات، الأمر الذي أدى إلى الإضرار بمصالح الشعب العراقي. أكدت اللجنة المالية النيابية دخول قانون الأمن الغذائي حيز التنفيذ. عضو اللجنة جمال كوتجر أكد أن المبالغ التي خصصت ضمن القانون للعقود والأجور المفسوخة عقودهم غير كافية، والمبلغ المخصص لهم محدود، مبينا أنه تم اختيار 15,000 شخص من العقود والأجراء اليوميين من المحافظات، لكل محافظة 1,000 شخص فقط، ولفت إلى أن المبالغ المخصصة غير كافية لتثبيتهم. تشكو البصرة من غياب الاهتمام الحكومي، فعلى الرغم من الموارد التي تتمتع بها المحافظة والأموال التي تجنيها من المنافذ الحدودية، لا تزال بوابات المدينة متهالكة وشوارعها الرئيسة متآكلة وبحاجة إلى إعادة تأهيل. هكذا هي حقيقة مداخل البصرة الرئيسية، أغنى مدن العراق واجهتها أقل ما يقال عنها بائسة. بوابة وصل عمرها لعشرات السنين تربط مركز المحافظة بشمالها لم تحظى بنظرة حكومية رغم تهالكها. من المعقول أنه واجهة البصرة اللي هي تعتبر عاصمة العراق الاقتصادية من حيث الموارد من الموانئ والنفط وكثير الصادرات والواردات لمحافظة البصرة، وأول ما تجي البوابة البصرة بائس جداً. يعني إذا تريد أن ننظر لها منظار بعيد كمداخل كربلاء ومداخل الأنبار، شوف المدينة أول ما تدخل يفتح قلبك، أنت أول ما تجي البصرة يعني شو تشوف من أدها. هذه البوابة أحد الممرات التجارية للبصرة وأهمها، كونها تربط المدينة بالمحافظات المجاورة لها وصولا للعاصمة بغداد، وهذا يعطي لها الأحقية بالأعمار والتأهيل من واردات المنافذ المالية التي ذهبت إلى مشاريع أخرى وبعضها لا يزال في عهدة وزارة المالية.
البصرة هي عاصمة العراق الاقتصادية، البصرة هي المغذي العراق، البصرة هي المدينة أم النفط، فلا بد أن تكون هنالك مداخل تليق بالبصرة، خصوصا المقبلين على بطولات أو استضافات رياضية خليجية، وهذه أيضا تنطي انعكاس وتنطي صورة إيجابية وصورة نمطية على أنه مدى تطور المدينة أمنيا اقتصاديا. ما يتعلق بموضوع البوابات أيضا، احنا عندنا أهم بوابتين هي بوابة البصرة الرئيسية اللي باتجاه جامعة البصرة باتجاه الجزيزة ومن أدخل البصرة، والبوابة الثانية هي من صفوان، على اعتبار أغلب الضيوف سوف يأتون من ناحية صفوان، على اعتبار هو الموضوع يعني مرتبط بين دول الخليج والكويت وما إلى ذلك، وعليه هذه أيضا جاهزة وحقيقة حاضرة لأن تكون ضمن الحدث الرياضي الكبير إن شاء الله. حاضنة بطولة الخليج تفتقر للمداخل والشوارع الرئيسية الحديثة، فبالرغم من أنها تستعد لاستقبال الوفود العربية والأجنبية لأضخم حدث كروي شهده العراق، لكن الصورة الأولية تدل على الإهمال والخراب. لا مفر لك من هذه المشاهد، فعند دخولك البصرة ستقارن حجم وارداتها المالية مع مداخلها الرئيسية. إيهاب المالكي، الرابعة، مدينة البصرة. أزمة كل عام تتجدد بمجرد أن يأذن العام الدراسي بالبدء، طلبة يكاد أن يجلس أحدهم فوق الآخر. يقابل هذا المشهد فتور مؤسساتي في طريقة التعامل مع الملف الذي أرق طلبة المدارس وذويهم. حيدر صيف. لا تزال اكتظاظ الطلبة في الصفوف والدوام الثنائي والثلاثي أحيانا في المدرسة الواحدة تتصدر مشهد حال وزارة التربية ومدارسها في البلاد. منذ سنوات يضاف لذلك قدم الأبنية المدرسية وافتقار الآلاف من المدارس لأيسر المستلزمات الأساس اللازمة لتوفير التعليم اللائق لطلبة وتلاميذ العراق. الأهالي طبعا يهمهم المستوى الدراسي بالدرجة الأولى، وكذلك يهمهم الخدمات اللي ممكن أن تتوفر في المدرسة، وهذا طبعا موضوع الخدمات اللي في المدارس الحكومية الحقيقة غالبا ما يكون في نقص من حيث يعني الأماكن يعني الصحيات وغيرها، بينما نلقيها موجودة في المدارس. بالمدارس التعليمية الحكومية نجد أنها حشرا مع الناس عيد، مثل ما يقول مثل الشعبي العامي البسيط، يعني تجد الصف فيه 50 طالب 60 طالب، معلمة مجهدة أفنت عمرها ولم تستطيع أن تحصل على قطعة سكنية أو تتزوج، بالتالي هذا ينعكس سلبا على أدائها التدريسي. متابعة المدراء الأساتذة، متابعة المشرفين، متابعة يعني حقيقة يؤسف لها. تأكيدات سابقة لوزارة التربية أشارت لحاجة البلاد 9000 بناية مدرسية، ورغم إعلان الأمانة العامة لمجلس الوزراء مباشرة بتهيئة المواقع للشروع بالمرحلة الثانية من مشروع الأبنية المدرسية وبواقع 3000 بناية ضمن الاتفاقية الإطارية العراقية الصينية، لكن مشكلة الأبنية لم تزل في طور الانتظار. ما ممكن العوائل المتوسطة الدخل أن تساهم وتساعد أبنائها على الاستمرار بالمدارس الأهلية. حقيقة نطالب وزارة التعليم العالي على وضع ضوابط جديدة بهذا الخصوص بهذا الشأن، أما تقليل الأسعار أو تطوير الجامعات والكليات الأهلية. يعني دخل القومي للعراق أصبح حوالي 150 مليار دولار، وإحنا لا توجد عندنا مدارس حكومية. تعرفون في المناطق الجنوبية بالناصرية والديوانية المدارس مين مسويها؟ من الطين. ومع أن بعض مشاريع بناء المدارس وعن طريق الشركات الصينية يستمر الآن في بعض محافظات البلاد، إلا أن العراق يحتاج إلى ثورة كبيرة في مجال الأبنية الدراسية بسبب حجم الأضرار فيها. من بغداد، حيدر نصيف، قناة الرابعة. تعد الكوفة واحدة من أبرز مدن التراث الإسلامي ودليلا حيا على تطور الحضارة الإسلامية. مراقد عديدة تضمها ومراكز علمية تحتضنها جعلتها حاضرة براقة ترنو إليها العيون. تحسين الشيخ.
مدينة الكوفة واحدة من المدن التاريخية التي تقع على ضفة اليمنى لنهر الفرات، سميت بكوفة الجند لأنها أسست كقاعدة عسكرية عام 17 من الهجرة، تحتوي على عدد من المراقد الدينية ومنها مسجد الكوفة المعظم ومحراب الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، فضلا عن اتسامها بالجانب الثقافي والديني. فالخلافة ارتأت أن تؤسس في هذا المكان الذي هو قريب إلى منطقة أثرية قديمة وتاريخية قديمة، لأن الحيرة عاصمة كانت وهي مطلة على منطقة بحر النجف، ففي جوارها حينما تنشأ مدينة ذات معسكر حتى يكون مهيأ إلى عمليات الجهاد. ومع تقادم الأيام تطورت مدينة الكوفة ليتخذ أهلها مهنة صيد الأسماك عملا يعتاشون عليه بسبب قربهم من نهر الفرات، فضلا عن انتشار الأسواق وتعدد الحرف اليدوية التي اشتهرت بها حتى يومنا هذا. كوفة مدينة عريقة كما قال الإمام علي عليه السلام، الكوفة كبلدتنا نحبها وتحبنا. كوفة كانت بها جيوش وهاي وهاي، وبعدين شوي شوي العالم قامت تسوي البلم، الكعيد، السلية، الشبيش. مديرية بلدية الكوفة تحدثت عن خطط العمل التي تضم محاورا عديدة لإظهار المدينة بصورة تليق بتاريخها وبما يتناسب مع عمق حضارتها التي تمتد لقرون من الزمن. فيجب أن تراعى بها جميع الظروف من حيث التصاميم الأساسية وكذلك المناطق المحيطة بها للتوسعة بالمستقبل. نعم، موجود التصميم الأساسي اللي ب 2009 أعدته شركة ألمانية مع مراعاة كل الظروف اللي موجودة، ولكن بسبب سوء الظروف اللي مرت بها الدولة العراقية من حروب ومشاكل يعني حقيقة ما قدرنا ننفذ التصميم، ولكن التصميم موجود وجاهز. تم إحداث تغييرات أو تعديلات للأفضل في سنة 2016. بين الماضي والحاضر تبقى الكوفة تتمتع بقيمتها كمدينة تاريخية وسياحية تجمع بين الآثار والتراث، يتوافد عليها الزائرون من مختلف دول العالم الإسلامي. من مدينة الكوفة، تحسين الشيخ، قناة الرابعة. ختام النشرة، إليكم تذكيرا بالعناوين. على هامش جلسات الأمم المتحدة، القاظم يلتقي العاهل الأردني ورئيسي وأبو الغيط، وغوتيريش يحذر من انهيار الوضع السياسي في العراق. مؤكدا تمسكه بالحوار، السوداني يطرح برنامجه الحكومي في اجتماع نيابي، والإطار يكشف عن وجود بوادر إيجابية للقاء الصدر. وكان في النشرة، بعد استيلاء شركة النفط عليها، القضاء يمنع التصرف بقطعة أرض في بغداد، ووزير المالية على لائحة الاتهام بسبب الأمن الغذائي. للمزيد من الأخبار وأبداء الأراء والملحوظات حول نشرتنا، يمكنكم متابعتنا على موقع القناة الرابعة دوت تي في، وعلى مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، يوتيوب، انستغرام، تيليجرام، تويتر، سناب شات، وتيك توك. أنا وفريق عمل هذه النشرة نشكر لكم حسن المتابعة، وإلى اللقاء.